بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن المعنية، نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط أكثر من 100 من العناصر الإجرامية التي تتاجر بالمواد المخدرة المتنوعة بعدد من المحافظات، وبحوزتهم أكثر من 83 كيلوغرام من مخدر الحشيش وأكثر من 10 كيلوغرامات من مخدر الهيروين وكميات من مخدرات الاستروكس والبانج والآيس والأفيون، إضافة إلى أكثر من 7500 قرص مخدر، فضلا عن هواتف محمولة ومبالغ مالية من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة.